صباح الخير أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من حلقات سوبر هيرو، معاكم كابتن شريف حمودة ومعانا ريتاج وياسين. أخباركم إيه؟ الحمد لله. الحمد لله كله تمام. كله جاهزين تمام. النهاردة في الحلقة؟ جاهزين. النهاردة هنتكلم عن الرياضة والثبات الانفعالي. الرياضة والثبات الانفعالي مهمين جدا في إيه؟ نشرح الأول الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي يعني ممكن حد يضايقك فأنت تبتدي تتضايق وتتنرفز، هو ازاي يتعامل معايا كده، ازاي يكلمني كده، ازاي ياخد مني مش عارف حاجه من حاجاتي. اللي انت تنفعل وتاخد رد فعل غلط وسريع من غير ما تفكر فيه بيختلف من واحد بيلعب رياضه من واحد ما بيلعبش رياضه، ولا تفتكروا الاتنين زي بعض؟ ريتاج اعتقد يعني لا، ممكن يكون في اختلاف شويه. في اختلاف؟ عندك فكره ممكن يبقى في ايه؟ احنا مثلا ممكن نكون عندنا ثبات انفعالي شويه بسبب التمارين. يعني حسيتي دلوقتي ان انت الرياضه عملت ايه الاختلاف قبل ما تعملي رياضه وبعد ما عملتي رياضه؟ انا في الاول كنت عصبيه وممكن اخد قرارات غلط، دلوقتي هديت شويه، بتعامل بفكر الاول قبل ما اتعامل او اعمل اي حاجه. ياسين قول لي بقى، انت الرياضه فرقت معاك في ايه في الثبات الانفعالي بتاعك؟ الاول كده كنت بتخذ قرارات غلط مثلا، بس دلوقتي بقيت يعني بفكر قبل ما اعمل حاجه. حلو. يعني لما كان حد مثلا من اصحابك ممكن يعمل لك حاجه تضايقك تلاقي نفسك اتغصت بسرعه ورحت ايه متصرف كده بسرعه، وبعدين تيجي بعد كده تراجع نفسك تحس ان الموضوع اللي انت عملته ده ما كانش ينفع. كنت بتخذ قرارات غلط. هاي زي ما شفنا كده مع ريتاج وياسين، الرياضه فعلا بتبقى مهمه جدا في ان انت يبقى عندك ثبات انفعالي، ما تاخدش قرار غلط زي ما اتكلمنا قبل كده في القرارات، اتخاذ القرارات الغلط، لان الثبات الانفعالي بيخلي عندك اتخاذ قرار صحيح. يعني ما تنفعلش بسرعه فتبتدي تفكر في اللي انت هتعمله، رد فعلك ما يبقاش مفاجئ او عنيف، لان انت بتبقى عندك من جواك كده سلام داخلي ان انت قوي وقادر تاخد حقك وقادر تعمل اللي اي حد تاني مش بيعرف يعمله، فده ما بيأثرش عليك.